ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 17 يناير كانون الثاني 2023. النهارده هتبتدي تظهر علامات الغيرة عندك يا حوت، اللي بتعتبر مأخوذة من تفاعل شريكك معاك بطريقة سلبية جدا. هيبتدي يحس الحوت بأنه فردي جدا، خاصة مع مواليد الحمل. بالنسبة ليك النهارده عاطفيا، يبقى عندك احتمال تبقى صحتك الجسدية كويسة لو كنت بتعاني من شوية أمراض عقلية أو حتى كنت بتعاني من اكتئاب. يكون اليوم كويس عشان تعرف تحدد الموقع بشكل سليم أكتر. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا، هيكون أرقام الحظ عندك 76 9 11 7 66، وتعتبر عندك علاقة زي كتير في اليوم ده هتربطك مع حياتك البنية. نفسي تحس انك جاهز على شوية دخل هيبقى فيهم. بالنسبة لحركة الكواكب، هتشكل كوكب الزهرة مربع مع المشترى، هيخلينا نحس باستياء شوية في كل علاقاتنا، والترفيه اللي بيبقى عندنا ما جايبش اي نتيجة. هنتغلب شوية عن كل ده، عندنا ناحية مثالية شوية هنلاقي فيها تغير، فيها تحسن، هنروض من خلالها دوافعنا عشان نتقدم اكتر. القمر هيبقى بشكل مباشر في العقرب اللي بيعتبر عاطفي، لغاية ما يدخل برج القوس اللي بيبقى بيثير حاجاتنا للمعاني اكتر وللحقيقة وللمغامرة اللي بتبقى في حياتنا. فخلينا مستعدين نبقى بشكل مباشر عشان شوية اتصالات هتبقى بتربكنا نبقى جاهزين ليها. كده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.